لله طبعا. اولا الافتتاح كان اكثر من رائع طبعا، مش بعيد عن النادي الاهلي. الافتتاح جميل جدا. ماتش النهارده الحمد لله كان سهل، قدرت ان انا جاهز يعني اجرب كل اللعيبه، ادخلهم في اجواء البطوله، والحمد لله كسبنا فوز سهل. يعني الحمد لله احنا محققين السنه اللي فاتت 3 بطولات من 3 بطولات، دوري وكاس وافريقيا، وبنطمح ان شاء الله ان احنا نحقق الثلاثيه السنه دي ان شاء الله تاني. اتمنى حضور الجماهير للنادي الاهلي في الماتشات الجايه. الحمد لله طبعا اول ماتش في البطوله على طول، يعني ماتش الافتتاح مهما كان بيبقى يعني في شويه لود على اللعيبه عشان افتتاح في ملعبنا، بس الحمد لله الفرقه كانت متوسطه المستوى. بس لعبنا بدا كويس الحمد لله من اول الماتش، بدانا بجديه، فرقنا من الاول، ريحنا الجيم من الاول. بكره عندنا ماتش صعب ان شاء الله، يعني اقوى فرقه معانا في البطوله بكره فرقه ليبيا، اهلي طرابلس. فماتش بكره ان شاء الله يعني هيحدد مين هيبقى اول مجموعه ان شاء الله، فكده حاجه كويسه ان احنا كسبنا. حفل الافتتاح مبسوط جدا بردود افعال مجلس الاداره، مبسوط جدا بردود افعال الاتحاد الافريقي. حبينا نتكلم على دور مهم جدا، هو دور النادي الاهلي تحت مظله الاتحاد الافريقي في لم شمل الفرق الافريقيه. احنا بادئين بقى لنا فتره في الفكره فيما يخص موضوع الجمهور، والحمد لله شغالين على قدم وساق في مراسلات ما بيننا وما بين الجهات الامنيه. يمكن ما قدرناش ان الجمهور يبقى مشرفنا في حفل الافتتاح، لكن الحمد لله بنوعدهم ان هم هيكونوا موجودين معانا في المباريات اللي جايه.